صارت عروسنا بنت الأصايل لونش العيون وبحاجتكم طلقنا استديو الإبداع الفني صورة إنجاز ابتكار استديو الإبداع الفني للهمكم من أجل النجاح مرحبا ترحيب في مبدأ الجزائر في استديو الإبداع الفني يا هلا بهل المودة والجمايل عشهم والهيل بدل النجرة أقبلت عروسنا بنت الأصايل لونش العيون استديو الإبداع الفني زينها سابق على غيرا وغيرا احضرت في حسنها تشب الفتايل زاهية متواهية في استديو الإبداع الفني كل منه شافها يوقف في حيرة بنت عز وبنت عريبين السلايل ربعها شيوخ لهم بالمجد سيرة واعتزي بإخوانك رجال الصمايل عثبتك وقت الشدايل على استديو الإبداع الفني تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني شار أمك بنت شيخنا القبايل والأميرة ما تجيب إلا أميرة يا هلا بهل المودة والجمايل عشهم والهيل بدل النديرة أقبلت عروسنا بنت الأصايل لونش العيون على استديو الإبداع الفني زينها سابق على غيرا وغيرا احضرت في حسنها تشب الفتايل زاهية متباهية مثل الأميرة تم التسجيل والإكساج في استديو الإبداع الفني كل منه شافها يوقف في حيرة بنت عز وبنت عريبين السلايل ربعها شيوخ لهم بالمجد سيرة من خذاها ما يدور عن بدايل والله ان دنيته معها سفيرة حصريا على استديو الإبداع الفني حصريا على استديو الإبداع الفني حصريا على استديو الإبداع الفني الإبداع الفني دامت أفراحك.